بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يسرنا أن نستكمل معكم باقي شروحات برنامج أدوبي فوتوشوب سي سي. اليوم هو الدرس الثامن، بنشرح مع بعض أداة فرشاة المعالجة الفورية وملحقاتها سبوت هيلينج براش تول من خلال مجموعة من الأمثلة التوضيحية. إن شاء الله تنال إعجابكم. كل رجاء إن احنا نتابع جميع الشروحات الخاصة بالفوتوشوب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وده من خلال سلسلة قد تصل إلى 30 محاضرة في هذا البرنامج المميز. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. بداية قمنا بتشغيل البرنامج، وبعد تشغيل البرنامج هنتحدث اليوم على أداة فرشاة المعالجة الفورية لسبوت هيلينج براش تول وملحقاتها والوصول لهذه الأداة. نضغط على حرف الجي من لوحة المفاتيح، وللتنقل ما بين ملحقاتها اضغط شيفت والجي تتم التنقل بين محتويات هذه الأداة. طريقة أخرى إنك تضغط كليك يمين عليها لعرض ملحقاتها، أو إنك تضغط بالزر الأيسر مع الاستمرار في الضغط فتظهر ملحقاتها. هنقوم باستدعاء أحد الصور. من استدعاء أحد الصور اللي فيها عيوب، هذه العيوب عيوب مثلا خلقية أو نتيجة لشيء ما، ثم هضغط كنترول والزائد للتكبير. هذه هو العيب الموجود في الصورة. في الحقيقة هنستخدم مع بعض هذه الأداة المميزة اللي هي الأداة سبوت هيلينج براش تول، ودي بتستخدم لإزالة البقع والبثور الموجودة في الوجوه وإجراء بعض الإصلاحات بالنسبة للصور. هذه الصورة هي كل اللي عليك لاستخدام هذه الأداة بكفاءة، إنك تضغط مرة واحدة كده فيتم إزالة هذه البقعة، لأنها بتقوم بعملية نسخ للمنطقة المحيطة وتكرر عملية الضغط فيتم الإلغاء. للتحكم في هذه الأداة تضغط كليك يمين، ومن كليك يمين تقدر تتحكم في الحجم. أهوت الحجم هيقل معاك، تقدر تتحكم في الحجم اللي هو سايز. أهوت الحجم بدأ يقل معاك. كان ممكن انك تتحكم من شريط الخيارات، ادي الحجم موجود اهوت، تقدر تتحكم فيه او تكتب الرقم اللي انت عايزه في هذه الخانة. طيب برضو من ضمن الحاجات الاخرى لما تضغط كليك يمين تتحكم في الصلابة او في التلاشي بالنسبة لها هنا 100%، خليها مثلا قللها وشوفها، هتبص تلاقي عملية الضغط والسحب كده، ده اسمه عملية التلاشي، تقدر تتحكم فيها بسهولة ويسر. تقدر تزود عملية التلاشي أو تنقصها اللي هي عملية الصلابة عن طريق إنك بتضغط على شيفت وحرف الدال لزيادة صلابة الأداة المستخدمة، أو شيفت وحرف الجيم لإنقاص هذه الصلابة. طب لو ضغطنا كليك يمين عندنا سبيسنج، سبيسنج دي اللي هي المسافة، لأن هذه الأداة عبارة عن عدد كبير جدا من الدوائر اللي المسافة بينها صغيرة جدا. طب لو احنا لو زودنا المسافة كده اهوت وجينا هنا اهوت، شوف كده يا ريت، هتلاحظوا إن في بدأت تظهر الدوائر على مسافات متباعدة، لذلك احنا نفضل انها تكون المسافة سبيسنج اقل ما يمكن. بينما الانجل ده اللي هي الميل بتاع الزاوية، او انك بتقف كده تبدأ تزودها اللي هو الميل او الانحراف، وده بيكون غير فعال الا اذا استخدمت الراوند نيس اللي هي الاستدارة. شوف كده مع حضراتكم قللت الاستدارة بتكون كده، يبقى هي بتديك الأداة على هذا الشكل. إذا تقدر تتحكم في شكل الأداة من خلال ربط الأنجل بالراودنس اللي هي الاستدارة بميل الزاوية، وتقدر تتحكم من جوه ذات نفسها هي، تقف على الحدود كده اهوت، تقدر تكبرها تقدر تصغرها من داخل المنطقة المحيطة للمعاينة. بينما سايز هنا تستخدم باستخدام البن أو الوير، ده الكلام ده مع أجهزة التابلت للتعامل معها، احنا بنتعامل مع أجهزة اللاب، فلذلك هي بتكون الوضع بتاعها انها بتكون اوف. هذه هي الاداه. طيب نقدر نتحكم في خصائص هذه الاداه من شريط الخيارات. لو انت استطعت انك تقوم بانشاء حجم معين بدرجه صلابه معينه بمسافه معينه بميل معين وعايز تحفظه، هتذهب الى شريط الخيارات، ومن شريط الخيارات تضغط على انشاء وتقوم بتسميه هذه هذا الشكل من اشكال الاداه، سميته طار وقلت له اوكي، بحيث انك هتستعين بيه بعد ذلك لو انت حبيت. اهو يبقى الشكل موجود معاك بهذا الحجم، تقدر تستعين بيه في اي لحظه للتعامل مع الصور.
هنا بالنسبة للمود بنتعامل مع الخصائص ديت لها تأثيرات مش هتظهر قدامنا في هذه المرحلة، ولكن في مراحل متقدمة. عملية الطيب اللي هي النوع، عادي الطيب اللي هي النوع عندنا أشكال منها، هو بيقوم بعملية نسخ بالنسبة للمحيط مع الضغط والسحب، عملية نسخ اللي كنت انت اول شفناها قبل كده مع حضراتكم، وعملية سامبل اول لير دي للتطبيق على كل الطبقات لو هي متنشطة، لو غير نشطة بالتطبيق على الطبقة الحالية. طيب دي أداة المعالجة الفورية، بينما لو ضغطت وخدت الأداة الأخرى اللي هي الهيلينج براش تول، دي أداة المعالجة فقط، وديت ما بتقومش بعملية المعالجة بالطريقة المعتادة، لازم تستخدم مفتاح الت. لذلك هضغط على مفتاح اف 12 وننتظر مع حضراتكم ان احنا نعمل ريفيرت بالنسبة للصورة ونشوف كيفية التطبيق. رجعنا الصورة لأصلها عن طريق الضغط على مفتاح اف 12 او من فايل نختار ريفيرت. عند اختار أداة المعالجة العادية اللي هي الهيلينج براش تول، لما تيجي تضغط على أي حاجة من تطلع رسالة بيقول لك لازم تضغط راي، لازم الت كليك، لازم تضغط بالت كليك على أساس تقدر تعرف النقطة اللي هيتم منها أخذ عملية الريبير الإصلاح. يبقى إذا من لوحة المفاتيح هتضغط هنا اهوت في المنطقة ديت، أدي الت، وتيجي هنا اهوت تضغط كده أو تقف عليها تبدأ عملية الإيه الإصلاح. وأنت بتضغط ركز معايا كده هتلاحظ إن في علامة زائد بتظهر في المكان اللي أنت قمت باختيار هذا الجزء منه. أدي هنا الت، نضغط كده ونبدأ ننفذ هذه الخطوة، ده باستخدام مفتاح الت مع نفس الخصائص والتحكم في حجمها. الجديد بالنسبة لي هنا هوت انك انت السورس بتاعك بيكون سامبل، يعني سامبل بياخذ عينة من مكان طبعا عينة اخرى، او ممكن انك تختار باترن وتختار النقش اللي هيتم تطبيقه. يبقى هنيجي هنا هوت هيتم تطبيق النقش بهذه الطريقة. طيب دلوقتي تعونا نضغط كنترول زد للتراجع مثلا او اي طريقه. الالاين ديت اللي هي المحاذاه دي معناها انك انت لو خدت درجه لونيه او خدت سامبل من هنا وجيت هنا اهوت، طيب نلغي نخليها سامبل كلها اهو، خدنا سامبل من هنا ورحت هنا طبقته هنا، لما تيجي تطبق تحت هنا هياخد من المحاذاه الخاصه بيها. اذا دي النقطه اللي هياخد منها السامبل على اساس تطبق على هذه النقطه، لما تنزل لاسفل هيتم اخذها من نقطة أخرى محاذية وموازية بالنسبة لها. نأتي بعد ذلك على باقي الأدوات، أداة الباتش تول. خلونا نضغط على مفتاح اف 12 من لوحة المفاتيح لاسترجاع إلى الشكل الأساسي أهوت، وبعدين نبدأ نختار أحد الملحقات اللي هي الباتش تول، أداة اللي هنسميها أداة التصحيح أو أداة الرقعة. أداة الرقعة ديت كل اللي بتعمله بس بناء على الخصائص إنك بتحدد الجزء كده تقوم بتحديده ثم سحبه فيتم معالجته على هذه الطريقة. يبقى انت بتحدد الجزء المصاب بتقوم بعملية تحديد ثم بتضغط وتسحب فبيتم ايه عملية نسخ من جزء اخر على هذا النحو. هضغط على اف 12 مع حضراتكم ونشوف كده مع بعض انك تقدر تتحكم في القصاص، انك تقدر تزود المساحة لو انت حددت كده هوت مثلا وعايز تزودها، اضغط يا اما تضغط شيفت يا اما تضغط هنا تقدر تزود المساحة اهوت، مساحة التحديد اللي هيتم منها الإزالة. كان ممكن تنقص عن طريق الت اهوت، عن طريق الت أو عن طريق استخدام من هذه الأداة، وكان ممكن تختار جزء معين. الباتش بالنسبة لك هنا اتنين، يا نورمال يا كونتنت اور، والفرق ما بينهم صراحة مش كبير اهوت. لو ضغطنا كنترول دي من لوحة المفاتيح تقريبا بيأدوا نفس الوظيفة اهوت بنفس الطريقة، وانك تقوم بتضغط وتسحب تديك نفس النتيجه الخاصه بيها. ننتقل بعد ذلك هضغط على مفتاح اف 12 مره اخرى مع حضراتكم وهنبدا نختار ادي كنترول دي لالغاء التحديد الاول، نضغط على مفتاح اف 12 لاسترجاع الصوره لاصلها، هضغط مره اخرى على اداه تسمى اداه الكونتنت اوير موف تول. هذه الاداه هي تسمى الاداه الواعيه او المدركه او الذكية. كل اللي عليك انك انت لها خاصيتين او لها في شريط الخيارات، اما اكستندد يعني بتقوم بنسخ الجزء المصاب الى جزء اخر او تقوم بعملية نقله، دي وظيفتها. لو عملنا اكستندد وقمنا بالتحديد كده ثم بعد ذلك سحبناه وعملنا كده ايه اللي هيحصل؟ وبعدين تضغط على اي اداة او في اي مكان وتقول له ابلاي، ابلاي يعني طبق، هيعمل لك نسخة من نفس المشكلة الموجودة اللي هي، هضغط كنترول ودي. يبقى هنا عمل عملية نسخ للجزء المصاب،
هرجعها مرة أخرى أو اتركها وبعدين تعالى ناخد حاجة تانية بالنسبة لهذه الأداة. إيه هي؟ بدل ما هكستندد أخليها موف، موف يعني نقل. يبقى الجزء اللي مصاب ده هو بقوم بتحديده ثم بنقله من مكانه لمكان آخر ثم أضغط على أي أداة للتنفيذ أهوت، فبيتم نقل الجزء المصاب. إذا هي لها وظيفتين هذه الأداة المدركة أو الواعية، يا إما إنك تقوم بنسخ الجزء المصاب أو نسخ جزء إلى جزء آخر عن طريق إنك بتختار من الأداة من شريط الخيارات موف، يا إما إنك بتنسخ هذا الجزء يعني تكرره عن طريق اختيار اكستندد وبتحدد باقي الخصائص. الجزء الأخير في محاضرة اليوم هو استخدام حاجة تسمى إزالة البقعة أو العين الحمراء. أحيانا لما أقوم عملية التصوير نتيجة وجود الشمس أو وجود عوامل معينة تبدأ الصورة اللي أنا بقوم بالتقاطها تظهر فيها على هذا الشكل، العين بيكون فيها نقطة حمراء على هذا الشكل، عايز أقوم بالمعالجة. قال لك هتستخدم برضو من ضمن الأدوات اللي هي المعالجة الفورية، هناك ملحق من الملحقات يسمى ريد اي تول، ريد اي تول، ثم بعد ذلك بتقوم بتحديد هذا الجزء اهوت مع حضراتكم، نحدد الجزء ثم بعد ذلك هيتم ازاله العين الحمراء. نشوف كده مع حضراتكم، هقوم بتكبير الصوره عن طريق كنترول وزائد اهوت. بعد ما كبرت الصوره هختار هذه الاداه اللي هي الاداه ريد اي تول، ثم ابدا احدد الجزء المصاب كده اهوت، وانتظر يبدا يزيل، اكرر كذا مره لحد ما يزيل العين الحمراء من الصوره، اكرر كذا مره مع حضراتكم، ثم اتجه الى العين الاخرى واقوم بعمليه تحديد مع التكرار الى ان نصل الى الدرجه المطلوبه. وزي ما احنا شفنا نجحنا بنسبه كبيره جدا في ازاله العين الحمراء من الصوره. اتمنى تكون محاضره اليوم وفقنا في شرعها، وانتظرونا في العديد من المحاضرات الشيقه والمميزه. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.